الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. والله يا روحي كثرنا أياميها بين ذي قالها طبعاً كي يودن بيي بشهر رمضان السنة كان ومهم إن يسوع العلينا عشر كهذا يا بشن فضل جاذي فائدة ذينا الله جاب وقف السنة كي راح يا بين الله شجعين وإلا هو مركان لو جوع لي يا وحي كان يستعين وحصوصته إيه إنه أجاده إيه إنه دي رجالين هلا قرآن كريم كهذين كليلة القدر قال الله يدعو إلى هاي وقت جهض في سورة الدخان هي سورة القدر اللي بضبع سورة القدر مركو إلى هاي كشر حياة إلى وحط المامس لحفة إذا أي لا ذا هاي هبين كني أما هبين كني ولاي وحي لهاي وحط المامين وسودة شيء قرآن كريم كأه هبين كني قرآن كوا واكي وكلام كي لهاي وحي نقانا ضدكو أيامها كوين قرمذا الدويدو قلب السبع وحصا مال انت كوبات مال انت اللبات ومال انت قرن مدى ومال انت وحاس الدعين مركز سيقارة خرش بلنبع لغو بحيا والو الددالة والو سوچه ده بحاظو مالين إسا مال انت تاريخ ده أما هبين كان إلهي وسودة شيء قرآن كيسي سبحانه وتعالى كلام كيسا هاو كل هاد لي مخلوق إيا بشر إيا چيني ينسبا يهبدي يهديدي أوينيدا إلهي وسيب سبحانه وتعالى مركب بشان واحد كفر لبضتي وهبين كان كفر لبضتي يا إلهي حسي كلام كسي بابا إلهي وكان إنا أنزلناه في ليلة القدر قرآن كان مقشين قيميسي فضل قيس يا إلهي وهبين كان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بشر رمضان قيمة هذا وبشر السودة شيء قرآن قرآن كذا إلهي ومركب فاهية فائدو ينكيس وما أدراك ما ليلة القدر وحوية واستفهام بمعنى التفخيم والتعظيم أرى إذا سهب سؤالات بويا لا معني سوح وينوي محاد كتقى نادي لقول شيء محاد كأكتهي محاد كأغيسي وحوية وحوين لا ماشا كتره وما أدراك ما ليلة القدر قيمه سي فضل قيس محاد كأغيسي إيش هذا لو سوى تشهدين إلهي سبحانه وتعالى مسكح ذيني لقيهن سوى تشهدين وكتشوابه مركز وحوري خير من ألف شهر كن بلاد بك خير بدنت كن بلاد لعمر جين نبوا كبدا عمر جين عمر غالبك ما بين 60 و70 بالنبي وحسي صلى الله عليه وسلم أعمار هذه الأمة ومدى عمر جين ذو اللحظة إلى تطبات أنت كل حيث والله سلا نافي بقى صدح يستيت سنة إيه صدح بلادي أيامه عملون هداد تجنال هاي العبادة أجري جي أبال كل جاق قري لها إلا أجباب هذا سكه ليس هبين كان ساعدها كوابنا واستحي وكم بلاده أنا كتيرن هبين كاس عمل كاس ما إلا هاي أن كلا قال هاي نحريد هان لها واحد كيليت بهبين كان كيليس وحق هو هنا إنه نجونا راضين هنا ودم بالاف يا بالمرين هذا وين وإله وين سبحانه وتعالى وين نسيهم وديق ذا وين كل يوم لجهله فضل أفراد أن الملائكة تتنزل فيها وهم لا يزالون إلا بالخير والبركة أبين كان ملائك بسود دقيس ملائك بسود دقيس أحفظ السنة هذه لقولها شيطان بسود دقي مصيبة سود دقت هذه لقولها ملك بسود دقينا خير باين لأنه ملائكة خير بين السعلاء خير ين حريص يبركه أي لا سعلاء سيدا درادت وحين كبو شاري سنة إن ملائكة إلهي نوت ماض علماء مركة أي فسريا ليلة القدر أرجع القدر صدح معنى كف السران وليلة الشرف وهذين كي شرفت بدنا القرآن كا شرفت بدنا نويمي أما ليلة القدر وده تاهر مو حشكو مع النقطة وما قدر الله حق قدره إلهي ما يشرفين أو ما وينين وينينتي ومضنا أما ليلة القدر وهبين إلهي أقدري أرمها بحي أقدري
soo gaarsiinaya malaa'igta si ay u furiyaan, fiha yufraqu kullu amrin xakiim. Ama laylatul qadr, qadarkaas waa bimacnaa diiq, cidhiidhi. Siduu Ilaahay yidhi, waman qudira calayhi risquh falyunfiq mima aataahu allah, waman qudira calayhi risquh, qofka arsaaqadiisa lagu yareeyo weye ama lagu cidhiidhiyey. Marka habeenkan malaa'igta soo degaysa oo fara badan daraaddeed, ila ilaahay baa yaqaana malaa'igtiisu tirada ay leedahay, ayaa meel waliba cidhiidhi noqoto, meel waliba ay buuxsantay. Marka laylatul qadri baa lagu magacaabay. Fadligeeda waxaa ka mid a annaha salaamun, annaha salaam, walikarati salaamata fiiha min alciqaabi waalcadaab. Alla wixii cabsi iyo cidhiidhi iyo cadaaba baa ilaahay naga dulqaadaya subxaanahu watacaala. Addoomaha awliyadiisa ah cibaadaysanaya uu ka dulqaadaya, wax weyn weeye. Nabadgelyadaynu u baahan, nabadgelya dadku ku celceliya, nabadgelya, nabadgelya. Ilaahay diintiisa iyo cibaadadiisa iyo caqiyadiisa lagu helaa subxaanahu watacaala, nabaddana isagaa bixiya. Marka nabaddii aynu aada u jeclayn habeenkanaabay inteedii u weyneyd ku soo ururtay, sidaa ilaahay ku caddeeyay suuradda. Habeenkan fadaa'ilkiisa waxaa ka mid a dee suuraddan oo qur-aanka kariimka lama yaraysanayne, suuraddan baaba ilaahay gebigeedaba ku soo ururiyuun habeenka oo kaga warramay oo la yidhaaha suuratul qadri, suuraddii habeenka ka warramaysa. Marka habeenkaasi wax la yaraysan kara inaanu ahayn baad arkaysa. Waa fadlu haadihi laylati wa fawaa'iduha fi lqur'aan, waa siyaabuhu qur-aanku u sheegay labadaa suuradood. Haddaynu usoo noqonno habeenkan iyo waxa uu ka yidhi nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam, rasuulul umma, oo inooga faa'iidaynaya fursadda cumriga. Axaadiis dhowraa ku soo arooray, waxaa ka mid a xadiidka saxiixa ee nebigu yidhi, man qaama laylata alqadr iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambi. Habeenkaa laylatul qadriga qofka isu taaga qaama waa qofka cibaadaysta wey, qiyaamku waa sarajooga. Waxa ilaahay uu ka dhaafaa dembigiisii hore oo dhan ayaa ilaahay uu ka dhaafay subxaana wa tacaala, wamaa dalika cala allahi bicasiiz, inuu ilaahay ka waaweyn ee kabaa'irta ay naga raaciyaana dee kuma adka ilaahay. Sidaasuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam. Xadiidka labaad waxa uu tilmaamayaa habeenkan inuu ku jiro bisha ramadaan. Nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid aada u badan buu taa kaga warramay oo aada u tiro badan. Habeenkani ma ummaddan unbuu ku gaaryahay, mise ummadihii horena way habeenkan way haysteen? Xadiid musnadu imaamu axmed ku sugan waxaa laga fahmayaa in rusushii horena habeenkan ay haysteen, inkastoo fadligiisu ummaddan u gaar yahay fadliga sidan u weyn. Asxaabiga abi dar la yidhaahda allaha ka raali noqda ayaa wuxuu yihi, yaa rasuul allahi akhbirnii can laylati lqadri ahiya fii ramadaana am fii kayri, waxaad iga warantay habeenkan laylatu lqadriga aada loo xusay, ramadaan buu ku jiraa mise bilaha kalena waa ku jiraa? Markaa nabigu wuxuu yihi, bal hiya fii ramadaan, bisha ramadaan buu ku jiraa. Waxaa waddana weydiiyey, takuunu maca alanbiyaai maa kaanuu faidaa qubidu rufucat am hiya ilaa yowmi alqiyaama, nebiyadii oo dhammi miyay soo haysteen, habeenkana waa la siiyey mise markay tegeen baa iyana la dallacay oo meesha laga saaray? Qaala, bal hiya ilaa yowmi alqiyaama. Markaa nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, habeenkaasi ilaa qiyaamaha uu jiraya. Marka mu odhan nebiyadii hore may haysan, taa macnaheedu waxa weeye iyaguna way haysteen laakiin weli way jirtaa, oo rasuulkana waa la siiyey, dabeedna way haraysa. isagoo ummadda ku dhiirinaya nebigu wuxuu yihi, taxaraw laylata alqadr fi lcashri alawaakhiri min ramadaan, habeenkan ku dadaala doon doona tobanka dambe bisha ramadaan. weliba uu sii koobay nebigu calayhi salaatu wasalaam, toddobada dambe ayaa uu xusay asxaabta rasuulka sala allahu calayhi wasalaam, iyagoo dardaarankaa nebiga qaadanaya way niyoodeen, way isku qanciyeen. hadiyo jeerna markaad jeclaysato shaygee diyooto, manaan baa lagu arkaa iyo ruyo. marka ruyadii ay asxaabtu habeenkan ku arkayeen meeshuu ku jiro ayaa badatay, nebiguna codkii buu ka qaaday. kadibna waxa uu hi, araa ruyaakum qad tawaaaat fi sabci lawaakhir faman kaana mutaxariha falyataxaraha fi sabci lawaakhir. riyadiinii markaan dhegaysteen ururiye waxay u badatay toddobada dambe. marka toddobada dambe ku dadaala inay habeenkaa ka baadi doontaan. wa xadiidkaa saxeixayn ku sugan, iltamisuuha fi lcashri lawaakhir faidaa dacufa axadukuma wacajas
فلا يغلبن على السبع البواقي هدو متكين يلا دالب النبي عليه الصلاة والسلام بش حق يظهر تضبط الدنبي دالي تلو النصين يا دحل قال رسولك صلى الله عليه وسلم وحي سقنا سيد الدوين يا حديث كأبي بن كعب ورنا يا صحيحة والله لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27 ودارت أصحابي قاسي يوحوا لي والله وحن قرنا يا هبينك ونبي قلنا فري إنا نسوء فري يا نبي عبادي استبوا لي وأمر ندب أمر صناوي هبينك النبي قلنا فرينا عبادي استنوي يا هبينك تضبي الله باتنا هذا حديث كان مسلم ورني كحديثتو قار وحيد حسين رمضان قار طبان كدن با قار تردى اسلمان قار هبين قار الشيغان سيدي الله جمعين ايا تدكونا وابلغا يابا اينا كلا صوما سيدا لعضا يمكبا اولا كلا هرهيو امام ابن حجر رحمه الله في شرحه فتح الباري بخاري قمرك وشرح يا حديثا وحاولي أرجح لا سقط جمعنا يا حديث مال سقوط رورنا يسير له وضع رقمه وحلا أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل استراجح وحوي مرك الدليل هذا الله روريه طبعا كذا بي كشرتا وترى ذا إسلامنا وأنا جورجوريس وصلنا ذو حلقة يا بكوبي الله تنكا تستحي الله تنكا سنة كلا تطبي الله تنكا سيني وجورجورت مركا كود دال حكمتنا وحويه الله اعلم والى هاي وقريين انه هو ذا العباده ذا بشا صورا يا طبان كدنبابا وي هدي هذا الشيء بادي دونت بادي دونك هدد ابو بادي صو بادي دوات هشا هل كانت كايكت بادي دي كالونت جهاد النوات كايكت جهاد النوات كايكت دب حربات كو صبايس دق دق راهو هشا لغيابا لكن هدد بادي دي مال قولك راهي سين هذا ويدا وصورا قال مرار بضان وين حسنا علامين كهبين كاس أولي هاي وعلامات مقارنة وملاحقة علامين كحلي سنباترة سيدا يفتين هبين كاترة دقناش معان حق عبادة ذا ضبيل هاير إيو حديث كالصحيحة أي كسو قانت هاي إن مال انتا قرحة واي صوب حيس هبين كاكو حكتة إيضا أو صافية ملك إنو مهم كهي وحوي إله من برين أين النوافتية ماذا نعمل وماذا نقول في هذه الليلة هذين كام حين قبنينا حين سعمل سمينينا دي عمل نبي قاين وشيق عليه الصلاة والسلام وقام قام وإن قرآن كي قيام كي لا إسراعية وبين كي دي الصلاة دي تراويح ذو حق هرائية تاجد كي لبضي بقف كي وإن تكذا سكارية سيشمع انت بوالو وذا تكنية marka amalkaas iyo ibaadadaas ayaa lagu qaadanaya qowlka la oranaya muxuu yahay iyadana nabiga ay noo sheegay sallallahu alayhi wa sallam haaskiisi qiimaha badnayda aish ayaa weydiisay waxay tiri hadii ilaahay uu ogeysiiyo habeenka ama aan ogaado maxaan oranaya waxa tiraadaa buu quli allahumma innaka afuun tuhibbu al'afwa fa'fu anni إلهي وادي عافسك وبدين عافسك عافسك نوات عاش إسكك أي عافي قاعد قرأنا سقفك مسلم كأوحى وجود درنا هم يجي سوقوين ويدم بيجيس تويدي سيار ساقدي سيوحى كم ورورة يوحى كم ورورة يا دم بيجنا إلهي ونكل جد دافه طلع مو كان داف إلهي جد داف تعالى سينو أيذنا آذو بدين إنا يذكر جا يقرآن كا يقيام كا وحكست آخرة قفك سقى خير وده هدو كوب يجمو فرصة داس قيمها بضن أبينك وهلي إلهي بن برينا سبحانه وتعالى إنه نوافتيه اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب الجزيل والأجر يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات الهاربين عن المنكرات الآمنين في الغرفات مع الذين أنعمت عليهم ووقيتهم السيئات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبضاعتك عن معصيتك يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا
اللهم أرسل السماء علينا مدرارا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اليهود والنصارى يا أرحم الراحمين.